كثيرا ما يسألوني بعض الأفراد العراقيين يقولون مولانا يصير إحنا مثلا عندما نتعرض إلى بلاء هذا انتقام من عدنا لأنه مثلا إحنا قتلنا الحسين أفرض؟ لا، وش اللي قتل الحسين اللي عاصره المعاصر، والمعاصر هو اللي يتحمل المسؤولية. إحنا شنو ذنبنا؟ ما عندنا ذنب إحنا بالموضوع أبدا أبدا. متأخر ولا إلى يد ولا إلى شروع ولا إلى مساندة في رأي. نعم، إذا أجا وقال هذا عمل صائب وهذا عمل صحيح وزين سوى، لا، يتحمل مسؤولية المساهمة الفكرية بس. وإلا مجرد أني أنا عندي واحد من أسلافي قبل 1000 سنة ارتكب جريمة أنا أصبح مسؤول عنها؟ لا، شنو علاقتنا بالموضوع؟ ما لنا علاقة بالموضوع.